Yeah, let's do it. السؤال الأول، شو أصل كل الشرور؟ أصل كل الشرور الأنانية. شو اللي بيخليك تكوني سعيدة بالحياة؟ أن يكون مفيدة للآخرين. مين أخطر إنسان بالحياة؟ كلمة واحدة. كذاب. شو أجمل هدية بالحياة؟ التسامح. مين أفضل ملجأ بالحياة؟ الله. مين أهم الأشخاص إليك بالحياة؟ الأهل. شو أجمل شيء بالحياة طلع؟ غير أنت بيير، المحبة أجمل شيء. جاوبتي خلاص، ماخذ جواب الأول. شو شو أكثر تسلية بالحياة؟ شو أكبر تسلية بالحياة؟ العمل. شو أكبر سر بالحياة؟ الموت. أوف. شو هي أسمى المشاعر بالحياة؟ السلام الداخلي. كلمتين. مين أفضل مين أفضل معلمين بالحياة؟ الأطفال. حلو. شو هو أجمل يوم بالحياة؟ اليوم. Thank you في منا وجير. شو أسهل شيء بالحياة؟ إنك تغلط. شو أكبر عقبة بالحياة؟ الخوف. شو هو أكبر خطأ بالحياة؟ إنك تتنازل عن مبادئك. وأكبر هزيمة بالحياة؟ الإحباط. أوف. Smart. شو الشيء الأساسي بالحياة؟ الشيء الأساسي التواصل مع الآخرين. أسوأ علة بالحياة؟ الاجتماعي. أسوأ علة بالحياة؟ أسوأ علة بالحياة المزاجية. شو هو الشعور الأسوأ بالحياة؟ الحسد. أهم شيء بالحياة؟ أهم شيء بالحياة إنه يكون عندك بيت. شو الطريق الأسرع للهدف؟ الخط المستقيم. أعطيتك الجواب أنا ما انتبهت. شو هي الحماية الأكثر فعالية بالحياة؟ الإيمان. القوة الأكثر فعالية بالحياة؟ القوة الأكثر فعالية بالحياة الإيمان. وإذا قبلنا الشر بالشر؟ فمتى ينتهي الشر؟ وإذا طبقنا مبدأ العين بالعين؟ سيصبح كل العالم أعمى. 25 سؤال. أعطينا السؤال. جواب. تكون صريح معي، كانوا أصعب علي من أجوبتي فأطرحهم، بس بدك تقولي لي من وين كانوا كل هالحكم؟ مهاتما غاندي ومذر تيريزا. هيدي يعني أنا بتعب على إني نبش على مساجات بحب إني شاطرة مع العالم، يعني أنا أول ما قريت هول المساجات قلت ما في غيرهم، ما في غير هيدا الجواب على هيدا السؤال. فالحمد لله على كل شيء. بتعيشيهم؟ أنت بتعيشيهم؟ قد ما فيي بجرب كل ثانية أتذكر إني أذكر حالي عيشهم، وإلا أنا إنسان أسهل شيء إني أغلط. أي. يعني أنا ليه عم نقي دايماً يعني طريق الخير؟ كأنك مثالية بعالم. أبداً ما حدا مثالي.